السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي المغاربة الأحرار فين ما كنتوا داخل أو خارج أرض الوطن، مرحبا بكم. تنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية، وكيف ما تنقولوا دائما الله يحفظ البلاد هذه من كل شر. إذا الإخوان والأخوات، في إطار مواكبتنا وفي إطار يعني متابعتنا ومطالبنا بتحقيق العدالة لروح الفقيد الكولونيل نور الدين العطور الله يولي برحمة الله، فغادي نتلاقوا معكم في هذا الفيديو اللي فيه مجموعة من المستجدات ومجموعة من الأمور ومجموعة من الدلائل التي لا يجب أن تترك مجالا للشك لكل المشككين في مصداقية ابتسام بنت الكولونيل ومصداقية المطالب اللي جات بها ومصداقية ما تقوله. فإخواني أخواتي، في هذا الفيديو فغادي نتكلموا على مجموعة ديال النقاط ومجموعة ديال الأمور اللي كتصب في التوجه ديالنا اللي هو تحقيق العدالة لروح الفقيد الكولونيل نور الدين العطور، هذا الرجل اللي قضى سنوات من الخدمة في سبيل هذا الوطن وتقلد مجموعة ديال المناصب والمسؤوليات. هذا الشخص اللي كان معروف بالنزاهة واللي حنا يعني كنسطروا عليها بالحمر بأن أهم الدوافع اللي عند هذه العصابة الإجرامية اللي قامت بهذا الفعل الشنيع كان هو نزاهة الفقيد، وبالتالي حنا أمام واحد الحتمية ديال أننا بداعي الرجولة وبداعي الشهامة خصنا نوقفوا جميعا ونصطف وراء وندعم يعني المطالب المشروعة لابنته ابتسام من أجل تحقيق العدالة روحه، إن كانت يعني فينا درة إنسانية أو درة شهامة. فاليوم إخواني أخواتي، وفي هذا الفيديو فغادي نتشارك معكم مجموعة ديال الأمور ومجموعة ديال المعلومات الجديدة وتتعلق يعني بالضبط بحدثين. هذه المعلومات خاصة تخلي يعني كل مشككين، كل من يقول بأن ابتسام تكذب أو أنها تضل الرأي العام أو أن المطالب ديالها غير مشروعة، فلم يعود له مجال لذلك من بعد هذه المعلومات واللي يعني تم يعني توصلنا بها من خلال يعني المصادر المقربة من الملف، واللي خرجت يعني هذه المعلومات من جهات اللي مقربة من الملف، واللي تلزم كل من يسمع هذه المعلومات من عند هذه المصادر أنه يعني يوقف ويصطف وراء المطالب ديال ابتسام، وعكس ذلك فهو ممكن نعتبره أي واحد غادي يوقف ضد المطالب من بعد معرفته كل هذه الأمور من عند ذوي الاختصاص، من عند المحاميين، من عند الحقوقيين اللي طالعوا على تسجيلات وطالعوا على أمور اللي كتأكد لهم فعلا مصداقية مطالب ابتسام. فما غيبقاش الحق عند أي واحد كيعارض ابتسام أنه يعارضها، لأن كل الدلائل الموضوعية والملموسة أصبحت يعني مكشوفة للعيان. فإخواني أخواتي، أخبار بخصوص الرفيق الذي كان بصحبة الكولونيل نور الدين العطور. معلومات كتفيد إخواني أخواتي بأن، أو لا يمكن نقول لكم بأن الحقوقي، الفاعل الحقوقي أو الجمعية الحقوقية اللي دخلت على خط هذا الملف واللي أزرات وكتدعم مطالب المشروعة للمطالبة بالحق المدني اللي هي ابتسام بنت الكولونيل، هذه الجمعية الحقوقية وفي شخص رئيس ديالها، فخرج ليلة البارحة وتكلم على أمور مهمة، ومنها أن عائلة الفقيد الزوجة والأبناء وأخوال ابتسام يعني كلهم كيعرفوا بأن يعني الفقيد توفى نتيجة جريمة قتل، وهذا الشيء كاين في التسجيلات اللي كاينين عند ابتسام واللي عطاتهم لهذ الحقوقي الجمعية الحقوقية وأيضا للمحامية وأيضا اللي تم تسليمهم لقاضي التحقيق. فهذا الحقوقي تقول بأن هنالك تسجيلات تثبت معرفة، اسمعوا إخواني أخواتي، معرفة شقيقات ابتسام والأم ديالهم بحقيقة ثابتة، وهي أن الكولونيل نور الدين العطور كان معاه واحد الرفيق، وهذاك الرفيق هرب لحظة الحادثة. يعني معلومة لمهمة ومهمة جدا. أنا سبق لي إخواني أخواتي منذ تفجر هذا الملف تحدثت معكم على وجود واحد الرفيق وأنه كان معاه واحد الرفيق في السيارة، وطالبت آنذاك باش أن يعني ابتسام توضع ملتمسات بخصوص أنه يتم استدعاء هذا الشخص المشتبه بأنه كان وعلى علم بمجموعة ديال الأمور. فهذا الفاعل الحقوقي ولا هذا رئيس الجمعية الحقوقية هو كذلك يخرج على هذا الخط وكيدخل على هذا الخط وكيقول بأن فعلا العائلة تعرف بأنه كان هنالك واحد رفيق، وكيقول أيضا بأن
هنالك تسجيلات، وهذه التسجيلات فيها مجموعة ديال المعلومات اللي كتفيد بأن العائلة كتعرف مجموعة ديال الأسرار أخرى، من بينها أن السيارة كانت قريبة من المنزل ديالهم بحوالي مسافة ديال 100 متر وكان فيها الدم. يعني هاد التسجيلات اللي عطاتهم ابتسام لهاد الحقوقيين والسلطات والمحامية فيهم مجموعة ديال الأمور، ما فيهمش فقط تسجيل ديال الأم اللي فيه قالت بأنها كتعرض 30 مليون على ابتسام، وإنما فيهم مجموعة ديال الدلائل الأخرى ومجموعة ديال البراهين. وهنا كنستنتجوا علاش بالضبط ابتسام كتعرض لهاد الحملة ديال التكذيب، التكذيب بالضبط. فمباشرة إخواني أخواتي، أي عاقل يعني مني غادي يسمع محاميين وغادي يسمع حقوقيين سمعوا هاد التسجيلات وكيقولوا لك ودي حنا راه سمعنا هاد التسجيلات، والتسجيلات اللي كتأكد فعلا قول وأقوال ابتسام، وبالتالي ما بقاش عند شي واحد الحق أنه يوقف ضد ابتسام، بل بالعكس خاص الكل أنهم يعني يصطفوا وراء ابتسام وراء المطالب ديالها المشروعة. إخواني أخواتي، هذه هي القاعدة المنطقية، القاعدة اللي كل من يحمل شعار المطالبة ولا تحقيق العدالة في جميع الملفات. ففي هذا الملف مباشرة من بعد أن طالع الاطلاع، من بعد الاطلاع على هذه المعلومات ومن المصادر بالضبط اللي كتأكدها، فلم يعود هنالك مجال لتكذيب ابتسام. فإخواني أخواتي، ودائما مستمرون يعني في الملف ومعلومات أخرى اللي بخصوص الملف كتفيد بأن التحقيقات مشات قدما، وأن هنالك واحد الشخص آخر بالإضافة إلى هذه التسجيلات اللي مهمة مهمة جدا، كاين واحد الشخص اللي شاف بمجموعة الأمور وأيضا تم استدعائه من أجل المثول أمام قاضي التحقيق. هذا الشخص هو واحد الحارس ليلي، حارس ليلي اللي شاف ربما مجموعة الأمور واستشعر بأن ولا بد ما خصو يعطي الإفادة ديالو للسلطات، وبالتالي تم استدعاءه. هذا الحارس الليلي ما معروفش لحد الساعة فين كان بالضبط، واش كان في المنطقة ديال الحديث، واش هو حارس ليلي في الغابة، لأن كيف ما كتعرفوا الغابات راه عندهم الحراس ديالهم، كاين اللي كيتسمى بغابة اللي هو كيتسمى القوادي، هادو حراس ليليين كيكونوا في الغابات. واش هاد الحارس هذا يعني كان في غابة؟ لأن إلا كان الحارس ديال الغابة وكان على اطلاع وكاين هاد المعلومات فعلا اللي كتأكد فعلا بأنه مشى من أجل إدلاء بشهادته ربما بشكل تلقائي، وبالتالي فربما هذا هو الشاهد اللي غادي يأكد لنا وجود خصام بالقرب من الغابة قبل الإعلان على حادثة الفقيد، لأننا محتاجين تأكيدات لتأكد أمام القضاء بأن فعلا كانت هنالك واحد المشاجرة في هذاك المكان وماشي في مكان آخر وفق الرواية الجديدة اللي جاوا بها بعض الأبواق. إلى هنا الإخوان والأخوات، جيت الختام ديال هذا الفيديو، ختاما كنتمنى لكم تمام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.